السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم سلو صفوف تقاوت الزميطه، كل واحد وكيفاش كيسميها، ولكن هذه المره ماشي مكونات اللي ربما لاول مره تسمعوهم. المكونات ديالهم هذا السلو هذا اللي غادي نوجد معكم اليوم هما الزرع ديال البطيخ، ديال السويله، وديال الدلاح. بطبيعة الحال كلشي كيعرف الفوائد ديال الزرارع ديال هاد الفواكه اللي قلت لكم، وايضا الزرارع ديال القرعه، زريعه القرعه الغنيه عن التعلف، كلشي كيعرف الفوائد ديالها. ايضا علاش لا حنا كنرميهم دائما، تقريبا كنرميهم بشكل يومي في الصيف خصوصا اللي كيكون موجود عندنا البطيخ والسويله، دائما كنرميو هذوك الزرارع. هما فيهم شحال نقول لكم كنز، فيهم فوائد وبزاف هضروا عليهم خبراء في التغذيه وقالوا لنا بلي انهم فيهم فيتامينات اللي نادرا ما كنلقاهم في مواد اخرين وخصوصا اوميغا 3. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف غنوريكم المراحل اللي درت عاد تحصلت على هذا. انتما كتشوفوا معايا بحال دقيق ناعم، ولكن هو هذا راه داكشي اللي قلت لكم الزرارع ديال الفواكه ديال الصيف باختصار. المهم اش كنت كدير دائما فيما كان يعني كنحل البطيخه او اللاحه او هذا، كناخذ الزرارع كنجمعهم كنخليهم على جنب، كنبقى نجمع فيهم جمع. وبطبيعه الحال ديال القرعه، ديال القرعه دائما كنستعملوها على طول العام. المهم تجمعت واحد الكميه لا باس بها، غسلتها مزيان نشفتها ودخلتها للفران، ومن الاحسن ما يكونش الفران شاعل، يعني نطيبوا الخبز وتطفيو عليه، غير ديك الحراره ديالو راه كافيه بانها تحمر لينا داك الزرارع، لانهم كيبغيوش الحراره بزاف، كيبغيو غير شويه يتحمروا وينشفوا مزيان باش يطحنوا. صافي هكذا درت، خديتهم عند ديتهم من عند العطار، العطار اللي دائما كيطحن لينا سليلو اللي كتعرفوا عندو الماكن ديال سليلو اللي كتحن سليلو. صافي طحنوا ليا وجبتو غربلتو وتحصلت على هاد النتيجه الرائعه. هانتوما صراحه فكره رائعه، طاحت لي على بالي وقلت علاش لا ما نجربهاش، وفعلا جربتها وصدقات ليا وقلت ضروري غنشاركها معكم وتستافد منها حتى نتوما ان شاء الله. غنحتاج لهذا السلو ديالي، غنحتاج لهاد المكونات اللي قلت لكم ديال الزرارع، وغادي نحتاج ايضا هنا عندي النخاله ديال القمح، شديتها وطحنتها. قبل ما نطحنها حتى هي دخلتها للفران، من بعد ما طفيت عليه طيبت الخبز وطفيت عليه، لان ما كتبغيش هي حتى هي تصهد بزاف. غنقول لكم علاش طحنتها، حيتاش النخاله حرشه بزاف الا جيت نديرها تجيني باينه بزاف، داكشي علاش طحنتها شويه تتحصلت على هذا الشكل هذا، ولات بحال تقريبا الفينو هكذا غتواتى ليا مع هذا الدقيق ديال الزرارع لانه ناعم بزاف كما كتشوفوا معايا. ها نتوما الا جيت ندير الدقيق، انا عاده في السلو ديالي كندير دقيق الشعير، ولكن هو ملس بزاف ما يصلحش ليا مع هاد المكونات هادو. صافي ناخذ ان شاء الله هاد النخاله، بغيتو تعوضوها بالذره تقدروا تعوضوها بالذره، اللي ما عندوش نخاله بالقمح يعوضها بالذره، حتى هي كتجي زوينه وكتجي حرشه حتى هي وتتاكل مع الدقيق هذا ديال هاد الزرارع. غنحتاج ان شاء الله الزيت البلديه، وغنحتاج العسل، العسل الحر بطبيعه الحال الا كان متوفر عندكم يكون مزيان، او لا يكون غير النوعيه جيده، او ايضا الا ما متوفرش عندكم لا هذاك ولا هذاك تقدروا تستعملوا غير العسل اللي كتصايبوا في الدار اللي كنصايبوه من السكر. دائما نقضيو باللي عندنا. عندي هنايا نفع وحبه حلاوه تقريبا جات جوج معالق كبار، وعندي معلقه ديال القرفه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ليهم ان شاء الله، هادو غنستمت بهم لانه ما نقولش لكم الريحه ديالو طالعه سبحان الله العظيم تقول لك تصيب السلو ديال رمضان، يعني فيهم واحد الريحه زوينه ما تحتاج كاع تنسما، ولكن ضروري غنسما بواحد الشويه ديال النفع وحبه الحلاوه. غنبدا ان شاء الله نعجن فيهم. ناخذ العسل، العسل ما تقيدوش بشي عبار، على حسب نتوما المكونات اللي عندكم، شنو عندكم بزاف عندكم شويه، عاد تبقاو تخويو وتحركوا حتى تحصلوا على المذاق اللي بغيتو. ناخذ زيت البلديه حتى هي ونبقى نعجن ان شاء الله. بسم الله ما نقولش لكم الريحه اللي طالعه تبارك الله، ريحه واعره واعره والله العظيم.
كتفكرني هاد الريحه بالاجواء ديال شعبان ملي كنكون مشغول رمضان. كنبقى نضيف شويه شويه العجين ان شاء الله حتى تحصل على العجينه تكون ديال السلو تكون معلك. انا كيعجبني السلو تكون شارب شويه الزيت ومعلك. هذا السلو ديالي بعد ما دلكتو مزيان بزيت الزيتون كما شفتوا معايا وبالعسل راه تحصلت على واحد النتيجه رائعه كما كتشوفوا. والجميل فيه بزاف انه صحي 100%. نفطروا به في الصباح، نفطروا به وليداتنا اللي بغاو يمشيو للمدرسه ياخذوا شي حاجه صحيه على الشله. والجميل في الامر ايضا اننا دائما كنرميوه واستفدنا منه ما نبقاوش نرميوه. نتمنى اللي شاف هذا الفيديو ما يبقاش يرمي الزرارة ديال البطيخ والسويله والدلاح. وعلى فكره رانا جمعت حتى ديال البطيخ المسوس اللي كنديروا به العصير مع الليمون حتى هما الزرار ديالو كاينين في هذاك المجموعه ديال الزرار. وديال القرع حتى هو لي غني اوميغا 3. اوميغا 3 راكم عارفين واحد الفيتامين اللي قليل قليل ونادر ما كنلقاه في حوايج اخرين، كيكون غير في القرقاع وفي زريعه الكتان. نتمنى انكم ملي تشوفوا هذا الفيديو ما تبقاوش ترميهم وتستافدوا منهم على الشله. المهم هنا كما كتشوفوا عديتو على هذا الشكل وزينتو بشويه د بودور الشيه، تقدروا تزينوه باي حاجه باللوز اللي عجبكم. المهم الشكل ديالو راه زوين والمذاق حتى هو ما نقولش لكم واحد المذاق فيه رائع. تقولوش كتاكلوا سليلو ديال اللي كنصايبو في رمضان واحسن. انا جاني احسن شي حاجه صحيه كما قلت لكم. نتمنى اللي عجبو هذا الفيديو بارطاجيه مع الحباب والاصدقاء باش يستافدوا حتى هما وهكذا تعمل فائده على الجميع ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم.